ايه حرب روسيا واوكرانيا؟ مال حرب روسيا واوكرانيا ومال برميل النفط وسعر برميل النفط؟ دي اوكرانيا شغاله داخله في 3 سنين اهو وما اثرتش على سعر النفط غير في الاول بس، انما بعد كده العالم تكيف وسعر النفط اصبح مستقر. لا، حصلت تطورات خطيره جدا ادت دلوقتي لارتفاع اسعار النفط ومستقبل مظلم، واصبح فيه يعني زي ضبابيه كده حوالين مستقبل اسعار النفط. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اوكرانيا ابتدت تشن اكبر هجوم بري على روسيا من ساعة قيام روسيا بغزو أوكرانيا. عمر أوكرانيا ما غزت روسيا بريا. دلوقتي أوكرانيا في الثلاث أيام بتوع الانتكابات في روسيا قامت بهجوم مضاد داخل إقليم بولجروت الروسي. هي الإقليم ده تاني فيه قاعدة نووية خطيرة جدا، بس أوكرانيا دفعت بثلاث كتائب، كتيبة اسمها حرية روسيا، كتيبة اسمها RDK، وكتيبة اسمها كتيبة سيبيريا. دول ثلاث كتائب تعدادهم كلهم على بعض كده 2500 جندي، دول روس منشقين قاعدين في كييف أصلا، دول بيحاربوا مع القوات الأوكرانية. أوكرانيا كده فجأة قالت إن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. إزاي؟ قالك والله إحنا دلوقتي عندنا مشاكل، الروس هيتقدموا وهيستعدوا لهجوم الربيع، لازم نشتتهم بقى. وأنسب وقت لتشتيت الروس هو الوقت اللي روسيا عاوزة كل حاجة فيه هادية، سنة الانتخابات أو أيام الانتخابات.